تعالوا ورايا يا بنات. مين فيكم شادية؟ انا. ترزي هنا. حاضر. انتي صوغة. صوغة. ايه. اوفي هنا. اوكي. المخرج جاي كمان 10 دقايق. هتستنوه هنا. مفهوم؟ مفهوم. اوكي. مفهوم. ما تلمسوش اي حاجة من الاجهزة. ما تلعبوش في اي حاجة. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم؟ شو اللي مفهوم؟ ما تلعبوش في اي حاجة من الاجهزة. اوكي. انا هخرج واقفل الباب ورايا عشان التكييف. محدش يفتح الباب. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم؟ اوكي. ما تفتحوش الباب. شو بلاها هاي معصبة كذي؟ حبيبتي هاي سكرتيرة المخرج يحق لها وراها ظهر. وش يخص سكرتيرة المدير وكذي تعامل الناس؟ ما علينا. المخرج قال لي اني انا بيسوي معي تست انا بروحي. زين بس ما ادري ليش عندي احساس انه بياخذوني. يعني شوفي مسويت له حتى ستايل غريب، شعري ولابسه وردي على برتقالي وشي، ويحب لوك الجديد عرفتي، فانا متاكده انه بياخذني. انا ما ادري عندي احساس. انخذت شنتي عادي واخذني انا كله واحد، واحنا خوات يعني ما فيها شيء. احنا مو خوات. انا ما اعرفك كيف خوات يعني، انا اول مره اشوفك. ما يصير. زين اقول لك انت كم يعطيك؟ وليش يعني كم يعطيني؟ يعني انت المخرج يوم اتصل فيك وقال لك تعالي ما اتفقتي وياه على سعر او شيء؟ شو خصك انت؟ يعني اذا عطاك 1500 على الحلقه انا بزيدك 500 من عندي بيني وبينك، وروحي الحين وخليني انا بطري المخرج. انت شكلك مستعيله تبين تروحين. سواء كنت مستعيله ولا ما كنت مستعيله هالشيء ما يراجع لك انت. وبعدين ما له داعي اتكلم وياك. وين رايحه؟ وين رايحه؟ وين رايحه؟ شو السالفه؟ السكرتيره مسكره الباب وهذا عازل صوت هني، هذا استوديو ما حد بيسمعك لو تدقين باكر. تري المخرج؟ نعم؟ تري المخرج؟ هذه انت تتريين، انا ما تري. وايد محرجة انت وايد. هدي هدي اعصابك، هدي اعصابك، هدي اعصابك. ما ادري شو هذا. لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي اخت الماس، قالت لك السكرتيرة المخرج انت تتنقعي هنا. انا بعطيك فلوس زياده، واول ما يتبطل الباب قولي لهم انا منسحبه. اسمعي كلامي. انت ما ينفع وياك الكلام. لا تتعبين عمرك. انت ما سمعتيها؟ لو سمحتوا. شو هذا يا اخت ذهب؟ انت ما صاغه لو سمحتي. او سوري، انت ما سمعتيها يوم تسكر الباب قالت حقفلي الباب وراك والمكيف شغال؟ شو؟ وقالت ما تلعبوش في الحقف دي؟ انا مش ياهل. لو سمحتي كلميني بادب. لا انا مش ياهل العب بالاجهزه. لو قالت انت تفهمي؟ قلتي لا افهم. ها مايا انت وين؟ ايه رحتوا الفجيره؟ خلاص اوكي اوكي امي، باي باي. اقول لك اعطيني رقم المخرج. شو اللي تشك تشك؟ اعطيني رقم المخرج، بدق له تليفون. اوكي عندي لك حل، انا بتصل فيه وبكلمه من تليفوني. انا ما بعطيك رقم، سوري اسفه. اوكي انا بكلمك لك اياه. استاذ انا ناطرتك من الصبح عامله مكياجي ولابسه في الاستوديو جوا ابو ظبي. اوكي اوكي خليك، انا ناطرتك استاذي لين الصبح مو مشكله، اهم شيء اني اشتغل وياك في العمل. بس اعطيني اياه اعطيني اياه. استاذ ما نقدر نروح على البيت، مسكر الباب سكرتيره مسكرته. بس مو مشكله مو مشكله. اعطيني اياه لو سمحتي. اعطيني اياه. عفوا استاذ. اعطيك اياها استاذ. هاي اخت فضه. اخت فضه صاغه لو سمحتي. الو انا صاغه. اوكي ليش قلتوا لي عيا تعالي؟ انا الحين من ساعتين اتريا يالسه. الفاتوره الله يخليك على حسابي المكالمه. استاذي الباب مقفول وادق الباب ما حد يبطل لي الباب. لو سمحتي تليفوني استاذي. خليك خليك في ابو ظبي، انا ناطرتك للصبح. أوكي؟ اوكي اتصل في الشرطه يكون افضل يطلعوني من العله اللي انا فيه. يا حبيبتي لا تتعبين عمرك لا تتعبين عمرك. ترى ما تبين سكرتيره تبطلك الباب؟ ما تبينها؟ اعطيني انا بكلمك اياها. أنا بكلمك إياها بلا شرطة بلا بطيخ. وشو رأيك أنا ما بتصل في السكرتيرة؟
هاتي التليفون. ما اقدر. هاتي التليفون. ما اقدر. المخرج. هاتي التليفون. هاتي التليفون يا حبيبتي. هاتي التليفون يا اختي. انا اقول لك هاتي التليفون يا اخت ذهب الماس فضه. لو سمحتي هاتي التليفون. هاتي التليفون ولا بمطلت شعرك. هاتي التليفون. هاتي التليفون. بس المخرج قال لي طالعي. ما لك شغل في المخرج. اسمعي المخرج هذا هني. انت ما تصدقين طالعي. لا تعصب الله يهديك طول بالك شويه. كوكيه كوكيه هيك الكاميرا الخفيه. نحن بنعرف شو اللي صار. خلي روحك هنيه. كلام كلام. وانتي بألف خير يا فضة يا يا ذهب يا صوغة. فين السكرتيرة؟ خشي. اسمحوا لي انا اسفه. لا لا تتأسفين. احنا اللي اسفين. احنا اللي اسفين. احنا ندري ان شدي تسوون فيي. نبغى بس ابتسامة منك حلوة. باي باي حق الكاميرا. شكرا وكل عام وانتي بألف ألف خير.